سفرك شيء احساسك حي فضفض فضفض. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الجماهيري برنامج فضفض. اليوم وصلنا معكم الى ختام القسم الاول من دوري نجوم قطر لهذا الموسم 2012-2013. مباريات كثيره، مباريات عديده قويه وقويه جدا، متوقع ان تكون مثيره ايضا هذه الجوله. مباراه من المباريات الكبيره ستكون بين السد والاخويه، الجيش والريان، العربي والوكره، وعديد المباريات التي نتمنى ان نستمتع بها وسط هذه المدرجات. نحن جاهزون لبدء وانطلاقة حلقة جديدة من برنامجكم فضفض. دعونا نعيش وسط المدرجات مع الجماهير. مشاهدينا الأعزاء، حنا الآن في أستاذ حمد الكبير بالنادي العربي، مباراة النادي العربي مع نادي الوكرة، العربي الذي لم يذق طعم الانتصار بين قوسين في القسم الأول، هذه آخر مباراة في القسم الأول وما فاز، والوكرة يعني بدأ يتراجع حقيقة عن بدايته القوية. الحمد لله، أول شيء في البداية عظم الله أجوركم وأجورنا بوفاة المرحوم الكابتن وليد نهنك، الله يرحمه، الله يرحمه ويغمد روح الجنة إن شاء الله ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبرنا ويصبر أهله إن شاء الله. أما بخصوص غيابي، أنا ماسك براعم الحين 2005 و6، إن شاء الله نتمنى أن يرجع العربي على يدك إن شاء الله. نتمنى أنه يرجع العربي على أهلا، أعطيني بوسة، أعطيني بوسة أنت بعد. أيوة، أنت منو؟ شو اسمك؟ العنود. وأنت؟ رقية. رقية، أي نادي تشجعين؟ العربي. من متى؟ يعني كم صار لك؟ كم سنة؟ من زمان. من زمان، شكلك ما شاء الله أنت عودة شكلك ها؟ ملعب العربي ما متفائل فيه ولا مباراة فزنا، فيعني إن شاء الله يكسرون حاجز النحس ونفوز إن شاء الله. بادرة ممتازة جدا حقيقة من الوكرة والعربي بأنهم ما راح يستخدمون الأهازيج والأغاني والطبول طبعا في المباراة، نظرا لوفاة المرحوم وليد نهنك. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن شاء الله يصبر أهله ويغمد روح إن شاء الله للجنة. ندخل إلى موقعة العربي ونادي الوكرة ونتابع ماذا حدث في أرضية الملعب. حاصل أنا جاي من البيت إن إحنا مفوز اليوم. صح، العربي ما فاز ولا حصل نقاط، بس إن شاء الله يعني اليوم. والله الفريق يعني كل موسم كذي، الآن بعد بدأ بداية حلوة وكل شيء، لكن يمكن الإصابات شوي تأثر على اللعيبة. في أمور تصير ساعات يعني أخطاء تحكيمية، هذا بشكل سريع وقت لقى فاندرلي لا في وسط، لا في دفاع، لا في شيء، اللاعب جايك من النص ورايح على الجول. ان شاء الله بيجيبون جول ثاني. اليوم يلعبون بروح ان شاء الله، وان شاء الله راح يفوزون ان شاء الله، بعد ما غيروا المدرب صاروا احسن ان شاء الله. ان شاء الله يكملوا، يعني ان شاء الله اليوم روح العرباوية كلهم مبسوطين. العرباوية متفائلين، لكن للحين تونا اول ربع ساعة. للحديث بقية اكيد. الى الملعب. في محاولة، هذه خطيرة والتسديد جول للعربي. الجول يعني هجمة ما شاء الله يعني حلوة ومرتبة منظمة، وهذا هو العربي اللي نعرفه من زمان، وان شاء الله يستمر على كذا. نشوف الحين لا تغير الموضوع ان شاء الله، يعني الثالث بيجي ان شاء الله يعني. بطلع من الملعب ان شاء الله اليوم
العربي فايز ان شاء الله. وابشر جماهير كلها العرب ما يطلع من هنا الا فايزين اليوم باذن الله. اول مره نلعب 4 العصر. العظيم يعني يوم الجمعه 4 العصر تفوزون. ايه ها ايه. انا اوجه اللعيبه الحين انا اللي قاعد اوجه اللعيبه والمدرب. انا اقول لهم لا ترجعون ورا العبوا قدام. هم راجعين. ايه هذا الكلام ما يسمعوني. لا بس يسمعون المدرب. خلي المدرب المدرب قال لهم رجعوا ورا خلي يسمعون كلامه. فيها فرصه فيها عرضيه. اوه حارس المرمى سعود الخاطر. تعادل الثالث الحين ان شاء الله في جول ثالث. ها في جول الثالث. ايش تقول اللعيبه انت الحين؟ قول حق اللعيبه يلعبون قدام ما يرجعون ورا يلعبون قدام نفس الشوط الاول ويضغطون عليه ويضغطون على الخصم. ان شاء الله الفوز يكون اهداء لحامد اسماعيل. حامد اسماعيل ولا المن يكون اهداء حامد اسماعيل الفوز. يشوف العربي شلون يعني عيب لاعب المنتخب مثل حامد اسماعيل يقول ان العربي ما حتى ما ذكر اسم العربي. يعني سجل هاتريك في الدوري للفريق العرباوي امام الوكره. جول حلوه العرضيه وعلى حسين رحيمه. لعبوا يعني اشوف الاداء ممتاز يعني احسن من قبل يعني بالمره. خلاص خلاص اوكي. مبروك مبروك العربويه مبروك. الحمد لله الفريق بدا يرجع لمستوى الحمد لله رب العالمين وهذا ان شاء الله بدره خير للقسم الثاني ان شاء الله. ان شاء الله يعني الفوز يعطيهم دافع في القسم الثاني ان شاء الله. احنا كنا واقفين من لعبهم وانا اقول بيض الله وجوههم. قايل لك من اول ما دشيت المباراه متفائل. اول مره من اول مره اول مره تقول متفائل وتفوز. متفائل بنفوز اليوم بنفوز. اسمع ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو امير البلاد المفدى ولي عهد الامير حفظهم الله والى الشعب القطري الكريم بمناسبه اليوم الوطني للدوله. قطر تحتفل بعد أيام إن شاء الله باليوم الوطني. الله يجعل أيامهم كلها خير وبركة ومبروك لقطر وتهنئة لسيدي سمو الأمير وسمو ولي العهد. أيضا معي الصورة طبعا لوليد نهنك رحمة الله عليه ابن النادي العربي والرجل اللي خدم الكرة القطرية وخدم المنتخب انتقل إلى رحمة الله وبالتالي لمسة وفاء وعرفان حقيقة للمرحوم. إدارة جماهير النادي العربي تقدمها. عبد القادر شيء جميل جدا فوز أولا حلو بنهاية القسم الأول مع اللقطات الجميلة هذه. أول شيء أنا أترحم على المرحوم أخوي وليد نهنك وعلى جميع أبناء النادي العربي الله يرحمهم جميعا وأهديهم هذه الفوز وهذه الفوز خاصة إلى وليد ولا أهله ولا الجماهير الحبيبة اللي حضرته وإلى الإدارة واللعيبة وأقول ما قصرتوا وعساكم دوم على القوة. وأقول حق جماهيرنا يا أخي حضروا إحنا عندنا مباراة ثانية بتكون إن شاء الله مباراة ديربي قطر الأول هو العربي والسد. وصلكم وحش الملاعب هذا السد.